إبراز الدبلوماسية في منع الأزمة تحت هذا الشعار بيجتمع رؤساء دول وحكومات ووزراء من أكثر من 100 دولة في منتدى أنطاليا الدبلوماسي بنسخته الثالثة برعاية الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. Gazze'de sadece çocuklar, kadınlar ve siviller canice katledilmedi. Aynı zamanda milyarlarca insanın uluslararası sisteme, adalete ve hukuka dair inancı da yok edildi. المنتدى بيسلط الضوء على الإبادة الجماعية المرتكبة في غزة، وخصص لأجلها منصة خاصة بتكشف جرائم الاحتلال وبتركز على المأساة الحاصلة في القطاع. Uluslararası ilişkiler her geçen gün daha çok boyutlu ve çok paydaşlı bir görünüm arz ediyor. Klasik diplomasi devletler arası ilişkilerle sınırlı olup sadece diplomatlar vasıtasıyla yürütülüyordu. Bugün ise devletler arası ilişkilerin çok ötesine geçmiş bir diplomasiyle karşı karşıyayız. المنتدى بيتزامن مع اضطرابات عالمية وتغيرات هيكلية في المشهد السياسي والاقتصادي والأمن العالمي، وهذا بيزيد من أهمية انعقاده كونه بيجمع صناع القرار حول العالم في مكان واحد.